عمان والعراق يسجل أكثر من 15,000 حالة من العنف في عموم محافظاته، ما بين أطفال ونساء وحتى رجال وبمختلف الأعمار. العنف الأسري حالة منتشرة في كل دول العالم الثالث. كل الدول العالم الثالث بها نوع من التخلف، وبها عشائريات، وبها عدم احترام للمرأة أساسا. زين، رغم أن الدين الإسلامي يؤكد على حقوق المرأة. كثير من الحالات أشوف آباء وأولياء أمور يعني يكون العنف، يمارس العنف الأسري ويا بنته ويا زوجته. يعني المرأة هي البنت وهي الزوجة، فبكل الحالات هي المرأة هي ضعيفة وهي تحت رعايتك، واللي يفترض أن تكون سند إلها. بالأخص انتشرت هاي الحالة عندنا، حتى الحالات العشائرية طبعا سواء كانت على المرأة، وأزيد الحالات اللي يتعرض لها العنف الأسري هي المرأة والطفل. قتل، اغتصاب واعتداء جسدي، هذا ما شهدناه خلال 21 شهرا. وكم من عام يحتاج العراق لتفعيل قانون العنف الأسري؟ وكم من شهيد يسجل في قائمة هرمون المواطن ويقابلهم رفض التفعيل؟ أسباب العنف الأسري أسباب كثيرة. أحد الأسباب هو الضغط النفسي اللي يعاني به الأب. يعني نشوف مثلا كثير من الآباء متزوجين وراتب ما عنده أو رعاية اجتماعية، يعني الدولة لها دور كبير في حل هذه المشكلة، يعني توفير السكن الملائم. هاي صارت عندنا احنا ظاهرية بالفوترة، واحد قتل ابنه سنسلة وحطه بالحمام، أو قتله ومات وراح، أو تالي من الله ما قصر، همين كاظ الأبو الشيش قاعد يسلح فوق دق بالتين وتكهرب ورا ابنه، ليش هاي الحالة؟ يعني انا رايي الشيء يعني سلبي، يعني لازم الانسان شويه يتحلى يعني بالصبر، يعني يروض نفسه، يعني يروض يعني نفسيته واخلاقه، يعني يحسن من وضعه. عجز السلطه ومشاكل اقتصاديه وتعاطي الكحول والمخدرات وسوء استخدام الانترنت وسطوه العشيره، كل هذه اسباب ام بعد لضياع المجتمع العراقي. يحدث العنف الأسري عندما يعتقد المعتدي أن العنف حق له أو أمر مقبول أو مبرر، ومن غير المحتمل الإبلاغ عنه، أو عندما يكون على يقين أن القانون بنفسه معتدى عليه. لقناة وطن الفضائية، نور ماجد من البصرة.